أهلا بحضراتكم. في ضوء الزيارة التي يقوم بها وفد من مناطق الجنوب الليبي إلى القاهرة، تستهدف طرح رؤية مناطق الجنوب ومشكلاتهم وتصوراتهم لإيجاد حل وتسوية سياسية ليبية تحفظ التراب الوطني الليبي موحدا وتحافظ على الثروات الليبية لأبناء الشعب الليبي تماما كما هي الرؤية المصرية. هذا الوفد ممثل ب 75 شخصية يمثلون أعيان وقبائل ومشايخ ووجهاء مناطق الجنوب الليبي، يطرحون رؤيتهم وكما أسلفنا على الإدارة المصرية رغبة في الوصول إلى تسوية سياسية ليبية وفق الرؤية المصرية وكذلك التي أعلنت من قبل وقوفها على مسافة واحدة من الجميع. في هذه اللقاءات سنلتقي بمجموعة من أعضاء وممثلي هذا الوفد لنتعرف منهم على رؤيتهم لإيجاد حل وتسوية للأزمة الليبية وكذلك أبرز مشكلات الجنوب كما يرونها. في البداية تنضم إلينا السيدة فاطمة المهدي قنون، الباحثة الاجتماعية وهي من الجفرة في الجنوب الليبي. أهلا وسهلا بك سيدة فاطمة. مرحبتين، وشرفني ويسعدني أن أكون بيناتكم. أخوتي أعزاء طبعا ومعروفة مصر وليبيا من سنين، هم أخوة. أهلا وسهلا، دائما نكون أخوة. الهدف المرجو من هذه الزيارة إلى القاهرة؟ طبعا وشيء سعدت أن أكون من ضمن الوفد الليبي اللي يمثل الجنوب الليبي من أجل حمل رسالة، اللي هي رسالة سلمية من أجل لم شمل ليبيا وتكون ليبيا موحدة بإذن الله وبفضل ربي، وإن شاء الله حنكونوا أخوتنا المصريين كما يدعموا في ليبيا، وليبيا كانت تدعم فيهم خصوصا أيام الحرب أكتوبر، كنا أخوة والحمد لله إحنا زوز لا يتزز من المجتمع. إن شاء الله هذه الهدف الأساسي، أن لم شملنا وتكون دولة مصر برعاية مبجلة من سيادة الرئيس، إن شاء الله يكون هم السباقون ويأخذوا برؤيتنا وبيدينا في حل حالة هالموضوع ولم شمل ليبيا. ما هي رؤيتكم إذن لحل وتسوية الأزمة الليبية؟ طبعا كما معروف أن الآن تلاحظوها من جهار 2011 وإحنا في صراعات من أجل التغيير. طبعا احنا التغيير ما في حد ما يقول ما نبيه، لكن المفروض دائما التغيير الأفضل، لكن احنا التغيير اللي حدث في ليبيا أدى إلى انقسامات ليبيا، أو لاحظنا احنا لنا 9 سنوات الآن ليبيا تعاني وما زالت تعاني في الانقسامات هذه، ويبي قسم ليبيا إلى شرقية وغربية وجنوبية، وإحنا هذا لا نسعى إليه، لأن لو تقسمت ليبيا إلى أجزاء حتضر الدول المجاورة في أمنها خصوصا مصر، يعني تعتبر جزء، لو الأمن الليبي ما استقر وما توحدت ليبيا حتضر الأمن المصري. طبعا احنا ليبيا هدفنا، خصوصا احنا الوفد اللي جاي يمثل الجنوب باعتبار الجنوب عانى الكثير من المشاكل اللي حدثت في الحروب وتقسيم ليبيا، عادت من جميع الجوانب الاقتصاديه والسياسيه والدينيه ويعني والاجتماعيه بحد بصفه عامه، باعتبار اني باحثه اجتماعيه اشتغلت على هذا المنظور، ان زادت المشاكل الاجتماعيه في اطار الانقسام الدوله الليبيه. أنا حنتكلم من المشاكل اللي كباحثة أنا واشتغلت عليها والصعوبات اللي واجهت الأسرة الليبية بصفة عامة. الانقسام السياسي هذا أو الصراع السياسي اللي في ليبيا أدى لانقسام الفجوة الاجتماعية داخل الأسرة، بداية من الأسرة وبعدين حكى مجتمع. طبعا احنا لو تلاحظوا ان المجتمع احنا كان فعلا قبائل، تركيبات قبائل، لكن كنا يد واحده وكنا دوله واحده وقانون واحد وكل، لكن بعد انقسمت نتيجه الانقسام هذا اشتغلت عليه اجنده خارجيه، والاجنده الخارجيه هي هدفها تشتيت ليبيا وعوده الاستعمار كما قبل وتقسيم ليبيا الى ولايات وكل دوله. ما الذي يمكن ان يحول دون ولوج مخططات تقسيم ليبيا إلى أكثر من دولة طبعا. وما الذي يمكن أن يقدم في سبيل الحفاظ على ليبيا موحدة؟ حلو، اللي مفروض إحنا لم شملت ليبيا، مفروض إحنا حوارنا دائما يكون ليبي لا يتدخل عندنا في حلول مشاكلنا للطرف الأخرى، يعني للطرف الأخرى ضروري كل واحد يشتغل على أجندة. أي طرف يدخل من أجل الصلح مستحيل يعني لابد بيقوي جهة على جهة أخرى، لهذا لو احنا نقعمزوا كليبيين عارفين عاداتنا وتقاليدنا والصح والخطا وقوانيننا وعرفنا، واحنا نحترموا في القبائل والمشايخ، لو كان قعمزنا حوار ليبي حتى داخل الوطن، يعني داخل الوطن لو قعمزنا يعني بالعربي في الصحيح العامين نقعمز في مرابيعنا او صالوناتنا نقدر نحل مشاكلنا زي زمان. ما صارش يعني في الوطن نقدر ننتقل الى اخر منطقه، يعني مثلا زي مصر بيبانها مفتوحه، نجيل كل الأطياف المتخالفة
والمتصارع انجحمز، لكن حوار ليبي ليبي، شن عليك وشن علي وما هي الصعوبات وهي المشاكل وليش وصلنا للأزمة هذه. لو قعمزنا احنا كليبيين في الحوار هذا متأكدة 100% احنا نحل مشاكلنا. يعني هو للتوضيح المفردة العامية الأنيقة، قعمزنا جلسنا للحوار، نعم، حتى تكون الصورة واضحة لغير الليبيين، يعني جلسنا. صحيح سيدة فاطمة، تهيئة البيئة لحل سياسي ليبي موحد يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة، ما هي الأسس التي يمكن الأسس أن المفروض احنا تنحلها الميليشيات، اللي الميليشيات احنا يعني الأغلبية مش عسكريين، أهم شيء تقوية الجهاز الأمني داخل ليبيا، واللي هو وبعدين تحليل هالميليشيات والهجرة، حتى الهجرة غير صحية سببت لنا مشاكل. نعم. أيضا الحدود، نأمن حدودنا، نأمن يعني حاجة واجدة المفروض احنا نكون هذه اللي تخلينا نشتغل صح. لكن الأمر مرتبط من البداية بتفكيك الميليشيات وأن يكون هناك جهاز أمني واحد. جهاز أمني واحد المفروض، يعني لو كل واحد عنده نفوذ أو عنده سلاح يقدر يكون ميليشية ويحكم في المنطقة. يعني وإحنا الأغلبية لو ليبيا بالحق بصفة عامة إحنا لحد الآن اللي تحكمنا ميليشيات الحقيقة، ما فيش يعني المفروض كل الأجهزة الأمنية تكون تحت قيادة عامة واحدة موحدة، والتكنات يعودة اللي لكن مش في داخل المدينة، داخل المدينة تلقى حي سكني جنب معسكر. نعم. هذا ما يعني مش أي دولة يعني تكون هيك. وبعدين الصراع السياسي اللي ما يعجبه شيء يخص طول على الحرب يعني، وبعدين هذه أثرت في مشاكل حتى شبابنا، من ما عندهش أعمال وما فيش دراسة أثر علينا سلبيا. احنا بدات كمرأة عانت المر، يعني المرأة أصبحت أرملة وأصبحت مطلقة واللي رجلها هج، يعني نتيجة لهالظروف. يعني حتى المرأة بصفة عامة نتكلم عن المرأة، راي حتى صارت المرأة لها يعني زي بدت سلبية المرأة، يعني أولادها تفككوا وتشردوا، في اللي ماتوا في اللي هاجر من أجل عدم استقرار ليبيا. والاستقرار هذا لو لمينا الأسلحة وفككنا الميليشيات تستقر ليبيا، هذه بدايتها الاستقرار. وبعدين نجلس مع بعضنا الأطراف المتصارعة ونقدر نحط النقاط على الحروف سواء داخليا او خارجيا، مو مقعمز ليبي ليبي حوار ليبي ليبي. لكن مناطق الجنوب والجنوب داخل ليبيا مساحه كبيره ومتراميه الاطراف، هل هذه رؤيه ثابته لدى كل مكونات المجتمع في الجنوب الليبي بضروره حل وتفكيك الميليشيات وان يكون هناك أكيد جيش ليبي موحد ومؤسسات ليبيا واحده؟ اكيد. في علمك راه الجنوب مهمش بصفه عامه، رغم ان الجنوب ثروة بشرية ما شاء الله، وثروة عند الثروات معدنية ونفطية ورملية، حتى الرملة صحيح اللي هازين عليها، لكن هي تطلع ذهب يرى. وإحنا حتى البشر القوة البشرية عندنا ما شاء الله، لكن ما همنا شيء، ما همش بسبب حتى احترامي اللي يمسك منصب تبع في نواب ولا في مجلس ينسى روحه أنهم الجنوب، مع احترامي البعض يعني ينسى روحه أنهم الجنوب، ما يعطيش قضيته أنت حط أنا دفعت بيك كمرأة ولا أعطيتك صوتي لتحلي مشاكلي في مجلس النواب ولا في المجلس الرئاسي ولا تدي لي مشكله، مش لا خلاص انه طلعت وتنسى انك من جنوب وتبدا تنتمي للاطياف الاخرى وما يهمكش. احنا الان متاكده لو امنا الجنوب واعطينا الجنوب الصح هتستقر ليبيا. قول ليش؟ لان اكبر المهربين سواء في الاسلحه ولا في المخدرات ولا الميليشيات ولا هم الهجره غير الشرعيه تطلع من الجنوب، والجنوب مفتوح مش مامن، ما عندش ولا تأمين. تلاحظ أن في المرحلة الأخيرة هذه كم من معارضة، عندنا المعارضة التشادية، عندنا المعارضة السودانية، البوكو حرام، يعني أغلب الأفارقة المعارضين استوطنوا في ليبيا، خير دليل المهاجرين متعين مرزق، يعني هجرهم يعني أصبحت منطقة مرزق اللي هي ليبيا في الأصل، طب عاد اسمه فيها ليبيين. يقولون ان الامر طالما انه كان مرتبط بحل ليبي داخلي يرتكز على المرتكزات التي اشرت اليها، هو بالضروره يقوم ايضا على سلامه النوايا بين كل الاطراف في أيوة ليبيا. أيوة. هل توفرت هذه النوايا الطيبه بين والله انا ما نقدرش نقول توفرت لا ما توفرت، لان يعني في ناس عندها بادره بتحاول بقدر الامكان تلم الشمل، وفي ناس لا. يعني انا ما نقدرش، يعني حتى لو مثلا جيت انا توي يمكن في ناس عندها اعتراض انه ليش جاي الجنوب الليبي، وفي الناس ميدات يعني، لكن الجنوب الليبي انا قلت لكم لو الجنوب الليبي هي الركيزه الاساسيه في ليبيا. نعم. لو الجنوب الليبي حوطناه برعايه وبحلحلة هالمشاكل وكل شيء باذن الله حيصلح، لان يعني كفه الجنوب الليبي راي الارجح في لم ليبيا. يعني الحق احنا في رغم ان اغلبيتها صحراء مش معماريه،
نتيجة للتهميش. يعني لو ليبيا لو الجنوب لو اهتموا بها ليبيا بالتأكيد تطلع أفضل منطقة من جميع النواحي، سواء سياحية سواء اقتصادية سواء عمرانية. لكن يمكن المجال السياسي غادي ما ينجح مثلا باعتبارها في صحراء والعاصمة، والمجال السياسي يكون في المناطق الوسطى. لكن في الاستثمار الاقتصادي أو الاستثمار السياحي في الجنوب ينجح، لأن عندنا ثروات غير عادية. سيد السبيل للحفاظ على ثروات ليبيا بكل ما تزخر به من ثروات مختلفة للليبيين، كيف يمكن الحفاظ على ذلك؟ الحفاظ ليبيا أول شيء نحمي حدودنا الحقيقة، نحمي حدودنا وننمي طاقات نحن كبشرية لاستغلال هذه الطاقات من عندنا، وبعدين نوحد ليبيا. إحنا لو توحدنا ليبيا كل شيء يبدأ سهل، كل شيء نبدو إحنا عارفين. لو إحنا أهم شيء نغرس في أبنائنا الليبيين إن هذه ثرواتنا، لو خدوا مننا إحنا حنكونوا مستعبدين لمن يسرق ثرواتنا. يعني لو نرجع للماضي، إحنا كانت مستعمرنا إيطاليا، كلما زرعنا وخيراتنا تعود للإيطالي وإحنا عمال فيها. يعني يمكن أبائنا وأجدادنا يعرفوا الكلام. يعني تو تلاحظوا من الشيابين لو الكبار السن اللي عاش الفترة هذه ورافضين التقسيم ورافضين الاستعمار. لكن الجيل الجديد اللي واخده تيار من أجل يغدي فيه الاستعمار تقسيم ليبيا مش حيستفيد يعني من شيء. يمكن هو جارف التيار، يمكن حاطين عاطينا مبلغ مالي وعاطينا فلوس وعاطينا شيء باش يسعى لتقسيم ليبيا. احنا هذا المفروض انا كباحثه والناس كلها تقعمز لهالشباب، توعيه الشباب بالذات ذكور واناث، يعني توعيتهم بخيرات ليبيا ولم ليبيا وشم ليبيا، نغسل دماغهم بالحاجه الايجابيه مش السلبيه، بتأكد احنا نطلع ان شاء الله بمساعده الدول المجاوره الصديقه طبعا. اخيرا ما هي اشكال المساعده التي يمكن ان تقدمها مصر في سبيل الحفاظ على ليبيا موحده، الحفاظ على ثروات ليبيا لليبيين؟ الحقيقه انا في نظري الحمد لله الجيش المصري متكون وتبارك الرحمن، لو يدعم الجيش المصري بتقويه الجيش الليبي وعلى مبادئ سليمه، يعني الجيش بمعنى الجيش يعني مش ميليشيات ولا تكنات لا لواء لفلان لا فلان، الجيش للوطن ولاه للوطن والأمة بس. لو تقوى جيشنا وحمت حدودنا أنا متأكدة حنلم الشمل بإذن الله. يا إن الجيش يعني بقواعد صحيحة وعنده انضباط وربط، مستحيل يفكر إنه يجيب لك ميليشيات أو خارج بسك إحدى حوش والله بيدير لك إشكالية على أبسط حاجة أو سطو مسلح ولا غيره. الجيش عنده قيافة وعنده نظام ويمشي عليه. هذه أنا طالبة من سيادة الرئيس طبعا يدعم الجيش الليبي الحقيقة، يعني والحمد لله عندنا إحنا جيش كفو إن شاء الله ويتدرب صح، خصوصا اللي كانوا عندهم منضمين للجيش وقاعدين يعني لواهم للوطن مش للأشخاص طبعا. وتأمين الحدود، أنا يعني هذين الاثنين لو أمنت الحدود وكان جيش قوي وقضينا على المنشيات إن شاء الله حتنحل ليبيا ولم شمل ليبيا، وإن شاء الله تكون عندنا علم وعندنا دولة وعندنا نشيد وعندنا دستور. حتى الدستور يعني المفروض يقعمتوا عليه يكون إن شاء الله، ونتريحوا من المشاكل إحنا وغيرنا يعني. شكرا جزيلا لك سيدة فاطمة. شكرا بارك الله فيكم. طبعا أنا نشكركم إذاعتكم الموقرة على استضافتي الجميلة، وإن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا جزيلا. شكرا سيد أحمد. كان هذا إذن أنا أسعد الله. شكرا. كان هذا إذن لقاءنا مع سيدة فاطمة المهدي قنون، الباحثة الاجتماعية المنتمية إلى مناطق الجنوب الليبي تحديدا من مدينة الجفرة. لازلنا معا في إطار هذه المتابعة للزيارة التي يقوم بها وفد من ممثلي القبائل والأعيان والنخب من الجنوب الليبي التي يقومون بها إلى العاصمة المصرية القاهرة، في ضوء الرؤية المصرية المستمدة من ثوابت الموقف المصري القائم على الحفاظ على دولة وطنية ليبية واحدة بمؤسسات وطنية تقود ليبيا بأكملها، في ضوء حل سياسي سلمي يضمن الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي للليبيين أنفسهم. في هذا اللقاء ينضم إلينا السيد عقيلة محجوب محمد، وهو أحد رجال القانون من الجنوب الليبي وهو مستشار قانوني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا بك وأهلا بأهلنا في مصر. أهلا وسهلا بك. في أرض الكنانة. ما هي طبيعة الطلبات التي قدمتموها إلى المسؤولين المصريين، إلى اللجنة الوطنية المعنية بإدارة الملف الليبي في زيارتكم؟ والله وفي الحقيقة هي فكرة الزيارة ليست مطلبية بالأساس، هي الحقيقة لشكر الدولة المصرية على مساعيها في حل حالة الإشكالية الليبية، ونجحت
إلى حد كبير باعتبارها تقريبا الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش أجندات حسب قراءتنا الخاصة، ما عندهاش أجندات لمصلحتها إلا ما يهم مصلحة ليبيا اللي يترتب عليه هي مصلحة مصرية بالضرورة. يعني مثلا الأمن والاستقرار في ليبيا هو مصلحة ومطلب مصري بالضرورة. فوجدنا الفعاليات السياسية اللي التقينا بها كأنهم عايشين معنا الحقيقة في أحيائنا، مش حتى في مناطقنا، يعني عايشين كل همومنا كل مشاكلنا كل أفكارنا كل نواقصنا، يتكلموا على ليبيا كأنهم عايشين في أحياها الفقيرة في الجنوب الليبي. فانبهرنا الحقيقة بمستوى المعلومات اللي عندهم، ويعني أبدو استعدادهم وتلبيتهم لكل ما يحتاجها المنطقة الجنوبية وليبيا بصفة عامة. طبعا بشرونا بكثير الحقيقة من البشائر الخيرة، من ضمنها أن الإخوان في مصر يعملوا باتجاه أن تكون الميزانية في ليبيا ميزانية موحدة، وهذا سينعكس إيجابا على الوضع العام. وبرضو بشرونا بأن بإذن الله تعالى الميزانيات ستوزع على البلديات، يعني بمعنى المحليات، وهذه حاجة جد رائعة، وهذه أكيد ستؤثر على البنية التحتية. قدمنا قراءتنا بأن توفير الاحتياجات سيساهم في استقرار الأمن، لأن سبب الصراع والنزاع هو عدم وجود الحاجات الضرورية للإنسان، هذا اللي يخليه يتحول من حالة الإحباط إلى حالة العنف. ففي حالة الرضا سينعكس الموضوع عكسا، يعني ولما تكون راضي تكون سلمي لست عدوانيا. فالحقيقة يعني كل البشائر كانت كويسة. أخر ما تفضل به الإخوان في مصر، أبلغونا بأنهم سيسيروا قافلة طبية للجنوب الليبي بإذن الله تعالى، تعنى بكل الحالات المرضية اللي موجودة في المنطقة الجنوبية، والحالات اللي سيستعصى علاجها في ليبيا ستنقل على حساب الدولة المصرية للمستشفيات المصرية لعلاجها في دولة مصر. والحقيقة هذا حاجة يعني يدل على شعور الأخوة في مصر بعمق الروابط الأخوية اللي تربط الليبيين والمصريين، واللي نحن نفتخر بأن ما لا يقل عن 5-6% إلى أكثر من هيك هم أبناء مصريات في ليبيا. وحتى الوفد اللي الآن موجود هنا فيه أبناء مصريات موجودين معنا من ضمن الوفد. فالحقيقة كل الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا وقيادة على كل تفاهمهم للدور الحالة الليبية. ويعني ونحن فعلا حسينا خلال زيارتنا بأن نحن فعلا كأننا انتقلنا من بلدية من بلديات ليبيا إلى بلدية أخرى، أو من محافظة إلى أخرى حسب النظام الإداري في مصر. يعني ما حسينا أن نحن خارج أرضنا وخارج أهلنا، بالعكس كان كل التعامل جد راقي من وصولنا للحظة وصولنا لمطار القاهرة إلى اللحظة اللي احنا موجودين فيها الآن. سيد عقيلة، ما هي طبيعة الطلبات أو أشكال الدعم التي يمكن أن تستهدفوها أنتم من المسؤولين المصريين في معرض هذا اللقاء؟ وأنت أشرت إلى مستوى إدراك غير طبيعي من جانب مصر بطبيعة الوضع في ليبيا. والله هو حبينا نوصله فكرة أن نطلبه من الحكومة المصرية. طبعا أنا بشكل شخصي طلبت الموضوع هذا، طلبت من الدولة المصرية أنها تنقل للعالم وخاصة غرب أوروبا بأن الخطر اللي في عدم استقرار ليبيا هو يمسهم، وخطر يبدأ من جنوب ليبيا، ويجب معالجة هالإشكالية من جنوب ليبيا. ما ننتظرش إلى أن يتعمق موضوع الهجرة غير الشرعية المختلطة للأسف، اللي مع كل احترامنا وتقديرنا للمهاجرين اللي يستحقوا أنهم يهاجروا، لأن نعرف الهجرة بالمبدأ هي حق إنساني، لكن للأسف تستغل الهجرة بدخول مهربي بشر وتجار بشر ودواعش وتنظيمات إرهابية مسلحة. وبالتالي يجب أن تعالج كلية الهجرة في جنوب ليبيا، وبهذه الحالة ستستقر وضع مصر أمنيا، وخطر الأمني سيقل عليها، وخطر غرب أوروبا برضو، دول غرب أوروبا برضو سينقص عليها. فحبينا نوصل الفكرة هذه، والحقيقة لقينا الأخواننا المصريين منتبهين لها جزئية وداركينها جدا.
أنتم تتعاملون مع الخطر الأمني أو الخطر الحدودي أو الخطر المرتبط بموجات الهجرة غير النظامية باعتباره مشكلة في حد ذاتها، ولا هو عرض لمشكلة أساسية إذا ما حلت هذه المشكلة قد تحل مباشرة هذه المشكلات الأمنية؟ بالطبيعة إذا حلت هذه الإشكالية سترتب على حل مشاكل أخرى. يعني ما هي طبيعة المشكلة التي يتطلب حلها حتى؟ والله هو في ليبيا الآن فيه تخوف من وجود تغيير ديمغرافي في ليبيا، في جنوب ليبيا بالتحديد. يعني ليبيا هي يفترض أن تكون دولة عبور، لكن يبدو أن العالم يشتغل على أن تكون دولة استقرار، وبالتالي هذا سيغير ديمغرافيا المنطقة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على دول الجوار بالكامل بما فيها مصر. يعني لما يستقر المهاجر أو اللي هو يدعي أنه هو مهاجر وهو في الواقع أحد تجار البشر، أحد المجرمين في تجارة البشر أو إرهابي، تسهل حركة المرور والسير بين داخل الأراضي الليبية، إلى يشكل خطر أمني على دولة مصر. برضو يملك أنه يهاجر إلى أوروبا ويشكل خطر، وهذا الحقيقة اللي الآن دول غرب أوروبا تعترف بوجود أعداد وإن كانت بسيطة ولكنها أعداد داخلة بطريق الهجرة غير قانونية، وهي تشكل خطر أمني على دول غرب أوروبا. طبيعة الحل لليبيا الذي يضمن بقاء ليبيا موحدة كدولة واحدة، ما هي رؤيتكم للوصول إلى حل يضمن بقاء الدولة الليبية موحدة؟ أول الحقيقة أنا دائما بشكل شخصي أحمل الأمم المتحدة مسؤولية أي إشكالية تحصل في ليبيا، لأن دائما الأمم المتحدة تجتزئ الحل، تحاول أنها تخلق حل لمشكلة معينة وهي تأزم في الواقع المشاكل. حصل لنا هذا في الدستور 51 اللي هو دستور معيب حسب وجهة نظري الحالية. يعني الآن في وقته ممكن كان دستور مثالي، ولكنه خلق لنا مشكلة الآن، من ضمنها إشكالية وجود حالات عديمة الجنسية الآن في ليبيا وهم مواطنين ليبيين، لأنه يقول يعد مواطن ليبيا من كان مقيما في ليبيا في 7 أكتوبر 1951. باقي اللي كان غير مقيم نفس الحالة اللي الآن حاصلة في ليبيا، في كثير من الناس هم مهاجرين أو مهجرين خارج ليبيا، نفس الظروف كانت في 51. فصدر الدستور بهالشكل وترتب عليه صدور قانون جنسية ليبي حرم مجموعة من مواطني ليبي من حقهم في الحصول على الجنسية الليبية. الآن نفس الظروف، 2011 صدر قانون بحماية المدنيين، أو صدر قرار مجلس الأمن بحماية المدنيين. للأسف المدنيين اللي تضرروا الآن في كل يوم في شوارع ليبيا هم أكثر من اللي تضرروا في 2011. يعني سطوة المجموعات المسلحة الغير نظامية، التغول، السرقة، إهدار المال العام. ليبيا الآن للأسف من يعني تريليونات الدولارات اللي سرقت نهبت، كان لو صرف نصف القيمة اللي سرقت من أموال الليبيين على ليبيا في البنية التحتية لكانت ليبيا الآن تضاهي أو تسمو على الدول الاسكندنافية. لكني وقفت معك عند النقطة المشتركة بينكم، بين الليبيين وبين الإدارة المصرية، فيما يخص الحل الليبي الذي يضمن بقاء ليبيا كدولة موحدة. ما هي رؤيتكم لإيجاد أو للوصول إلى حل يقبل به الليبيون وينتهي به في النهاية إلى ليبيا موحدة؟ والله كان بيننا توافق تام الحقيقة في هذا الموضوع. احنا وجدنا أن الإخوان في مصر متفقين معنا تماما في رؤانا. نحن نقول أن ليبيا واحدة، نعم، لا للتقسيم. وإخواننا المصريين أثبتوا أنهم هم عمليا ضد فكرة التقسيم، نعم. حتى مثلا لما طرحت فكرة المنطقة العازلة نبهونا إخواننا المصريين، احنا كنا الحقيقة حتى مرات ببساطتنا كمواطنين عاديين أن هي فكرة أمنية فقط للفصل بين المتحاربين، اتضح بقراءة معمقة من هو خط السلام أصلا، أن هو الحقيقة ممكن تكون هي فكرة للتقسيم. يعني أن هذه المنطقة هي منطقة ثالثة بين الشرق والغرب، وبالتالي كأن في تقسيم للدولة الليبية. إخواننا المصريين كانوا من أكثر من هذه كلهم مصرين على أن ليبيا تكون واحدة بحكومة واحدة، وهذا كانت رؤانا ورؤى الإخوان المصريين. يعني هم قالوا نحن لسنا محسوبين على طرف، ونتواصل مع حكومة الوفاق كما نتوافق مع الحكومة الليبية في المنطقة الشرقية، نتواصل مع مجلس الدولة كما نتواصل مع البرلمان. فالحقيقة وجدنا أن الإخوان المصريين جديين وحريصين كما عهدناهم دائما وأبدا على وحدة واستقرار ليبيا، لأن يعتبروا فيه هي كأنها أرض واحدة. يعني
معالي الوزير لما التقينا به واكثر من حد من الحكومه كلهم يقولوا انتم الان رانا نحن ليبيا وانتم مصر والعكس صحيح. نعم. فنحن الحقيقه اتضح لمسنا بامانه هيك لمسنا بان نحن بين اخوتنا وبين اهلنا وان ما فيه فرق بين انك تكون مصري او تكون ليبي. عمليا يعني الحقيقه حرصهم على ليبيا وعلى قد يفوق في كثير من الاحيان كثير من الليبيين للاسف يشتغلوا لصالح اجندات خارجيه. انت اشرت الى ان هناك دعما الاداره المصريه تعهدت به على مستوى الدعم الطبي الذي سيقدم وبلغ الامر بان بعض الحالات التي تتطلب تدخلات دقيقه يمكن استقبالها هنا في مصر، ما هي اشكال الدعم الاخرى التي قد تتكفل بها مصر او تقدمها للليبيين؟ اتفقنا في رؤيه ان الامن كل الطرق تؤدي الى الامن. يعني توفير الاحتياجات والخدمات تخلق حالة استقرار ويترتب عليها حالة أمنية مستقرة. إخوان المصريين أبدوا استعدادهم للتعامل مع الحالة الليبية بكل كل أصنافها. يعني مثلا في جانب الدراسات أبدوا استعدادهم بدعم الجامعات الليبية بما تحتاجه من خبرات في هذا المجال. برضو قالوا نحن على استعداد أن نرحل شركات العقارات والمقاولات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في ليبيا واستكمالها، صيانة الطرق، كل المواضيع هذين الحقيقة هم أبدوا قالوا نحن على استعداد كامل أن احنا نشتغلوا على الموضوع هذا. والآن هذا دور الليبيين، دور البلديات في مناطقها أنها تتواصل مع الدولة المصرية وأنها تتعاقد مع هذه الشركات لأن في مصلحة مشتركة للطرفين، وفي النهاية تحل إشكالية. يعني نحن نعرف أن كل الشركات تقريبا الأجنبية اللي حتى اللي كانت عاملة في ليبيا وبدت مشاريعها وما استكملتهاش لما الآن نقول تعالي لاستكمال مشاريع تتحجج بالوضع الأمني. إخوان المصريين أبدوا استعدادهم منهم يباشروا مباشرة في أي مشاريع، استكمال المشاريع المتوقفة أو إنشاء مشاريع جديدة. وهذه الحاجة الحقيقة يعني قالوا نحن كأننا شركات ليبية، نحن يهمنا أن تكون المنطقة بهذا الشكل. برضو في فكرة بأن تفتح أكثر من قنصلية في ليبيا وخاصة في المنطقة الجنوبية اللي تبعد تقريبا ما لا يقل عن 1200 كيلومتر عن قنصلية بنغازي وما لا يقل عن 800 كيلومتر عن قنصلية عن سفارة طرابلس. قلنا لهم نحن المواطن الساكن في جنوب ليبيا يتكلف باش يحصل على التأشيرة المصرية سواء للدراسة أو للعلاج أو للسياحة تكلفة مش أقل من 3000 جنيه ليبي، يعني بما يعادل حسب التسعيرة الجديدة الآن 800 دولار. في الوقت اللي المواطن في بنغازي او في طرابلس تكلف 5 جنيه ليبي يعني بالسنتات محسوب، لان يكفيه انه ياخذ سياره تاكسي ب 5 دينار الى السفاره في طرابلس او القنصليه في بنغازي للحصول على التاشيره. نحن نحتاج ان ناخذ نستاجر وسيله نقل، نحتاج ان نقيم في فندق اكثر من يوم، نحتاج ان نعود باك الى كذا الى مناطقنا، ف في مصاريف. فاخواننا المصريين تعهدوا بالعمل على فتح قنصليه في جنوب ليبيا اسوه بمجموعه قنصليات موجوده. سفاره دوله النيجر عندها قنصليه في سبها لان عندنا علاقات بدوله النيجر وفي كثير من الجاليه. سيد عقيله، ترتيب الاولويات من وجهه نظركم في حل المشكله الليبيه يبدا بحل امني وتفكيك الميليشيات ووحده المؤسسات ومن ثم يبدا حل سياسي، ولا الحل السياسي هو الذي سيقود الى استتباب الوضع الامني؟ والله انا يعني متصور ان الخدمات تساهم في الحل، وفي النهايه يجب الا ننتظر حل على حساب اخر، يجب ان تكون الخطوط متوازيه. مهم جدا ان تكون في توازي في الخطوط. نحن نتمنى بأن كل المشاكل تحل سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وكذا، ولكن في النهاية نحن لا نملك الإرادة الربانية اللي تخلينا تتوفر لنا ما نتمنى، وبالتالي نحن يعني سنسعد بكل ما يحلحل مشكلة معينة في أي جانب، كلها سينعكس إيجابا على الوضع العام. يعني لما تحل إشكالية أمنية ستنعكس إيجابا على الوضع السياسي والعكس صحيح، والاقتصادي برضو. المشكلة في ليبيا يعني ما نصورها سياسية فقط، نعم هي هناك مشكل سياسي ولكن عندها تداعيات أخرى. الإشكالية الأمنية هي جزء كبير من المشكلة، المشكلة الاقتصادية هي جزء كبير من المشكلة، فهي يجب أن يتم العمل على جميع المسارات. وهذا الحقيقة اللي الآن تقوم به البعثة. طالبنا برضو بأن يكون فيه تمثيل متوازي
من إخواننا المصريين يطالبوا البعثة أو في تواصلهم مع البعثة أو مع القيادات الليبية بأن لما تكون في تمثيل لأي جلسة حوارية أو لأي تشكيل وزاري أو أي تشكيل رئاسي يجب أن يكون في توازي الحقيقة. لما نتكلم على مبدأ الأقاليم يجب أن يكون لفزان حصتها وجنوب ليبيا حصتها. لما نتكلم على ليبيا نحن لسنا انفصاليين، ولكن لما نتكلم على أقاليم تقول أقليم الشرق برقة نبي حصتي كذا كذا، وإقليم الغرب يقول نبي حصتي كذا كذا. لكن هناك ضمانة مصرية قائمة منذ البداية بأن الحل يجب أن يضمن بقاء ليبيا كدولة واحدة. نعم 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 نعم. في حالة التكلم على أقاليم نحن لسنا ملائكيين، نحن أسوة بإخواننا نحتاج حقنا، وهذا اللي ساهم لما كل شخص يأخذ حقه هنا تتوفر العدالة وبالتالي يترتب الاستقرار. إخواننا المصريين الحقيقة جد عاملين على هالجانب. فكرة أننا الآن لازم أن ليبيا تبقى واحدة موحدة، وهذا اللي هذا يتوفر بأنك أنت تكون ممثل الاضطهاد يخليني أني نفكر في أني ننفصل، ويخليني نفكر أني ننعزل عنك ونبغض عليك ونكرهك وكذا ونحقد عليك رغم أنك من وطني. فلازم نأخذ حقي ونحس بأنك أنت تحس بي، أنت توفر لي احتياجاتي. في هالحالة نحن نعيش أخوة أسوياء في وطن واحد يسعى الجميع. شكرا جزيلا لك السيد عقيل محجوب محمد مستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. العفو، وأنا سعيد جدا بوجودي في قناتكم، وتحية لك ولجمهورك. أهلا وسهلا. إذن كان هذا لقاءنا مع المستشار القانوني أحد رجال القانون من مناطق الجنوب الليبي المستشار عقيل محجوب محمد. تواصلون لازلنا مع حضراتكم في هذه اللقاءات التي تجمعنا بضيوف ليبيا إلى مصر، وهم أصحاب دار كما يروق للمصريين دوما أن يتعاملوا مع أشقائهم الليبيين. هم أتوا ممثلين لأعيان ومشايخ ومفكري وقبائل جنوب ليبيا. في هذا اللقاء ينضم إلينا السيد عبد السلام الأمين محمد، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية في سبها. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. ما هي طبيعة الرؤية أو الطلب الشخصي الذي قدمتموه وأنتم تلتقون بالمسؤولين في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي اليوم؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. فيما يتعلق بالرؤية المطلوبة، نحن كنا نسعى وما زلنا بعون الله تعالى للمناشدة فيما يتعلق بدعم التعليم الديني عندنا في ليبيا بصفة عامة وفي الجنوب بخاصة، وذلك لما له أهمية كبيرة، لأن الدين هذا كما يقال أفيون الشعوب، فالناس ما زالت في حاجة ماسة إلى تعلم دينها. فإذا لم تطلب دينها أو لم تجده في المنبع الصافي وكما هو مطلوب، ربما ضلت الطريق وذهبت وبحثت عنه في مسالك كثيرة، يعود هذا البحث الخاطئ لها عليها بالسلب. ومن هنا نحن الآن قصدنا بعد الله عز وجل جامعة عريقة وبلادا عريقة، وعندنا وعندكم هنا في مصر الأزهر الشريف، يكفينا شرفا أننا هذا الصرح العلمي القديم، وهذا قبلة المتعلمين منذ القديم، حتى أننا نتشرف عندنا في الأزهر أن يقال رواق المغاربة. والمغاربة هؤلاء الطلاب الذين كانوا يقدمون من المغرب ابتداء من ليبيا وانتهاء بمراكش أو بنواكشو، فكان لهم مكان يقضون فيه نظرا لطلبهم العلم. فلو أكرمنا الله عز وجل بأن استقينا وتشرفنا وتثقفنا بهذه الثقافة وهذا العلم الزاخر، سيكون لنا بعد الله عز وجل عونا كبيرا في رقي أبنائنا وبناتنا وإصلاحهم الفكري والعقدي والاجتماعي والديني. لأن كما معلوم عندكم يعني نشأ طلاب هؤلاء الأطفال منذ سن التمييز كما يقول الفقهاء رويدا رويدا يرون أشياء، هذه الأشياء رؤيتهم إياها تنطبع في أذهانهم، فإذا كان ما يرونه ليس كما ينبغي ينطبع في أذهانهم شيء عكسي، سواء كان في عباداتهم في طهاراتهم في معاملاتهم في حتى في اعتقاداتهم وسلوكاتهم وتصرفاتهم. فلو قلنا بإمكاننا أن ننشئ صروحا علمية، هذه الصروح العلمية تساعد كثيرا في توجيه المسارات الواضحة لهذا النشء لكي يتعلم هذا التعليم المطلوب كما هو يرتجى منه النفع. وللأسف يعني الآن عندما نجد المشارب متعددة، قديما كان الناس لهم مصدر واحد ومنبع واحد في تعلم علمهم، الآن في ظل عصر الانفجار والتكنولوجيا والتقدم أصبح العالم قرية واحدة، يستطيع الإنسان بهاتفه
أن يستقي معلومات صالحة وغير صالحة، خاطئة وغير خاطئة، إلى غير ذلك، هذا يسبب له ربكة في فكره وفي اعتقاده وفي حتى في تصرف حتى في تصرفاته. مصر لها على مدار السنوات الماضية خطوات في ما يعرف أو ما تم تسميته بتجديد الخطاب الديني، تفنيد الخطاب المتطرف، دحض المفاهيم المغلوطة، أمور من هذا النوع، هل لكم طلب في أن تتحصلوا على بعض القائمين على هذه المشروع؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا. لماذا؟ لأن ما يحدث الآن من تجاذبات الأيديولوجيات هذه التي طرحت على الساحة مؤخرا، هذه أربكتنا بصراحة وأقضت مضاجعنا وأرقت راحتنا وجعلتنا في قلق نسأل الله أن يخلصنا منه. لماذا؟ لأن هذه الأفكار الوافدة علينا لم تكن بصراحة في عهد أسلافنا، وحتى لو وزناها بميزان الشرع وجدناها بعيدة كل البعد. لماذا؟ لأن مخرجاتها لا تؤدي بخير للأسف بكل صراحة، وهذا كلام ربما لا يرق لبعض السامعين، ولكن مخرجات هذه الأفكار وحملتها لا تؤدي إلى خير. نعم نعم، حتى كله واحد مخرجاتها، سواء كان أفكار في حد ذاتها مكتوبة مقروءة، أشخاص يتكلمون بها يفعلونها، نفس الصورة، النتيجة واحدة. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى المآلات كما يقول الفقهاء، كل شيء مآل، فالمآل هنا معتمر شرعا. أنا الآن عندما أدرس نشأا فكرة، هذه الفكرة تنمو رويدا رويدا كما تنمو هذه الشجرة، فتصبح شجرة عظيمة. قل لي بربك أن لي أن أستأصل هذه الفكرة من ذهني، وإذا استمرت ربما أنتجت أشجارا أخرى، فأصبحنا في مشاكل كثيرة قد لا تحمد عقبها. لماذا قصدتم مصر؟ لماذا أتيتم إلى مصر وأنتم كما تابعنا في لقاءاتنا مع عدد من ممثلي هذا الوفد، هناك ثقة كبيرة للغاية في نزاهة وحيدة الدور المصري؟ لا شك في هذا، يعني نحن الآن مصر رائدة في هذه الأمور كلها، خاصة في الجانب الليبي، وهذا ليس بغريب عنها. والقصد لنا فيها بعد الله عز وجل أن تقوم بدورها بحكم الجوار الذي بيننا، هذا يساعدنا كثيرا بعون الله تعالى في رأب الصدع وفي زيادة المعرفة والإدراك وتغيير كثير من الواقع. يعني أنا على سبيل المثال أضرب لك مثال في الجانب الديني، التعليم الديني. أنا عندما كنت طفلا وما زلت صغيرا رأيت وما زلت إلى الآن أجد كثيرا من علماء مصر، والآن إلى الآن هذه الساعة تواصل معهم، هؤلاء كلهم أغلبهم برزوا وجاءونا إلى هناك ونفعونا بعد الله عز وجل في نشر العلم. حتى أذكر يعني أحد، نسيت اسمه الآن لا أذكره، أحد علماء أزهر محدث كان بروفيسور في علم الحديث، هذا توفي في شهر رمضان عندنا في جامعتنا وهو يلقي كلمة، فهذا الأمر ليس بغريب عنها، يعني مصر لكي نقصدها. ونسأل الله أن يجعل سعينا محمودا وشكر أجرنا عند الله عز وجل. ما الذي تعهدت به الإدارة المصرية عندما طرحتم رؤيتكم فيما يخص تسوية الأزمة في ليبيا، إيجاد بعض أشكال الدعم أو تقديم أشكال دعم مختلفة من مصر إلى ليبيا، إلى جنوب ليبيا وإلى ليبيا في عمومها؟ ما الذي قدمه المسؤولون المصريون من تعهدات إليكم؟ قدموا لنا كل خير وفوق ما كنا نتصور بصراحة. يعني لماذا؟ لأنهم كانوا معنا في همنا كأنهم يعيشون معنا في بلادنا، فكانوا على دراية واعية وفاحصة بما يحدث وبمآلات ما سيحدث. ونسأل الله أن يجعل هذا السعي في ميزان حسنات الجميع، وأن يكلله الله عز وجل بالنجاح، وأن يختم لنا به الخير إن شاء الله. ما الذي يضمن لهذه الخطوات أن تنجح داخل ليبيا؟ ما هي البيئة التي يجب أن تكون حاضنة لهذه الجهود والمساعي التي تحاول الحفاظ على استقرار وسلامة الدولة الليبية؟ وحدة الصف باختصار. نعم. إذا كان صفنا واحد بعون الله تعالى ستكون هذه المساعي مكللة بالجهود المثمرة إن شاء الله تعالى. في خلال المرحلة المقبلة، المشكلة في ليبيا، هناك من يطرح تفسيرات أو بعض التفاصيل المرتبطة بالمشكلة الأمنية، المشكلة السياسية، لكن أنت أشرت حتى قبل أن ندخل إلى هذا التسجيل عن المشكلة الفكرية التي يمكن أن تعتري البعض في جنوب ليبيا أو في عموم ليبيا. نعم. ما هي طبيعة هذه المشكلة؟ المشكلة الفكرية هي أساسها وسببها، واسمح لي بما أطيل نفسا في هذا الكلام، لكن الكلام مربوط بعضه ببعض. المشكلة الفكرية كما قلت في أول الكلام،
الدين وفيون الشعوب. الناس في حاجة ماسة لهذا الدين، ولا بد أن تتعلمه بأي طريقة، فإذا منع عنها ولم تعطى إياه بحاتته. وهنا يختلف الناس في بحثهم عن دينهم، هناك من يجد طريقا سليما، وهناك من يضل في بحثه عند طلبه لهذا الدين. هنا نتج عندنا طبعا مسألة هي متراكمة على مدى سنين عدة، نتجت عندنا الناس أولعوا وتعلقوا بأشخاص، إما في وسائل الاتصال الحديثة أو في الوسائل المرئية أو في الوسائل المسموعة أو في الكتب، سواء كتب كتب مقرية أو كتب إلكترونية على حسب. هنا انبهر الناس بهؤلاء الأشخاص فتعلقوا بهم. ومن المعلوم أن الأيديولوجيات أصبحت متعددة شتى، حتى إن الأفكار أصبحت متعددة. هناك من يكلمك بلسان شرعي وهو في باطنه يدعو إلى أشياء كثيرة. هذا الأمر نتج عنه تعدد الأفكار وتعدد المشارب. هنا حدث عندنا خلل، ومن هنا هذا أمر لا بد أن يوجه. هذا يوجه من ناحية، إن صح التعبير، من ناحية سياسية أو من ناحية سيادية، أي أن الدولة تكون قائمة على هذا الأمر. فالآن يعني أذكر قبل سنوات أحد الأشخاص يعني يتكلم على أن أرباب الوسط أو أرباب الفكر الوسطي لم يخرج منهم أحد يدعو إلى فكر متطرف أو يقوم بعمل متطرف أو يجني على أحد بفعل شنيع. لماذا؟ لأنه سقي وغذي في مهده بهذه الأفكار فنبعت وترعرعت معه. فهنا لا يخشى من هؤلاء الذين تدربوا وتدرسوا في هذه المدارس أن ينتج منهم أفكار سيئة، لا على أنفسهم، على النسوة الشخصي أو على غيرهم أو على من حولهم. فهنا المسألة الفكرية هنا لابد أن نربطها بالواقع، أي أن الناس عندما يتعلمون دينهم وأفكار دينهم الحقيقية، هنا آنذاك يستطيعون أن يخرجوا من هذه الضبابية أو من هذه الأربك. حتى إن الناس، وهنا هذا أمر فيما يتعلق بالتعليم، يعني التعليم الديني، عندنا التعليم الديني لابد أن يمر على مراحل، ولا بد له من أسس، ولا بد له من قواعد. لا يصح للإنسان أن يطلب دينه وتعليم دينه هكذا. هذا الذي أصبح عندنا مشكلة، أن الناس أصبحوا يتشدقون ويتفيقهون ويظنون أنهم يستطيعون أن يأخذوا كلاما فقها ويتكلمون كما قال أسلافنا العلماء، وهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين ثمرة وتمرة. هذا نتج. ومن هنا قال القائل: من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صواب. فالذي أريد أن أركز عليه أننا إذا أسسنا مؤسسة دينية، هذه المؤسسة الدينية تتعامل مع النشء على مراحله العمرية المختلفة، إما في المراحل الأولى أو المراحل المتوسطة أو المراحل النهائية. فتخيل معي لو قسمنا هذا العمر على 3 سنوات، وكل قسم، عفوا، على 3 أقسام، وكل قسم جعلنا له 3 سنوات، فتخيل معي أن طالبا درس 9 سنوات تعليما دينيا رشيدا وسطيا، ماذا سينتج عنه؟ إما في أفكاره أو في سلوكاته، بعون الله لن ينتج عنه إلا كل خير، حتى على مستوى الإدراك، على مستوى المعرفة. الآن عندنا في ليبيا، ليس من باب الفخر لكن باب الواقع أذكره، أننا طلابنا في السنوات الماضية وإلى الآن يوجهون بأمر طبيعي من أولياء الأمور إلى تدريس القرآن الكريم. فأصبح شائع ذائع عند غيرنا أن الليبيين يحفظون القرآن الكريم بعدد كثير، حتى أن أذكر أن سجل أن ليبيا فيها أكثر من 700,000 حافظ قرآن. نفس الصورة لو طبقت على تعليم الديني والفكر الديني والفكر الوسطي سيكون مفعول وأكثر ونتاجه أقوى على المجتمع. سيد عبد السلام، أنت قلت أن ما سمعتموه أو ما لمستموه من المسؤولين المصريين اليوم كان ربما أكبر بكثير من المأمول ومما كنتم تتوقعون. أنت تظهر اهتماما كبيرا بالجانب الفكري ومسائل التدريس الشرعي والفقه وما إلى ذلك، أي دعم يمكن أن تقدمه مصر في هذه المسألة إذا كانت تشغلك هذا القدر؟ طبعا الأزهر الشريف هذه قبلة المتعلمين، يعني وفيها من التاريخ ما يكفي، يكفي أن الآن هي عمره يربو عن 1000 عام، وهذا تاريخ بركته فيه، إذا أراد الله عز وجل لشيء البقاء بارك الله فيه، وخير دليل عليه بقاءه إلى الآن. أضف إلى هذا أن الأزهر فيه ما يرغب طالب العلم الشرعي في المذاهب الفقهية، في القوانين الوضعية،
في كل ما يتعلق. فالأزهر لو يعني استطعنا أن نتحصل على دعم كبير منه في تأسيس طلاب، هؤلاء الطلاب يستطيعون الدراسة هنا ويتحصلون على مستويات عالية وتعليم عالي. في طبعا أنا لا أذكر، أنا لا أخفيكم قولا أن الأزهر الآن منذ سنوات قام بتفويج مجموعة كبيرة من الخطباء والأئمة والمساجد. إلى الآن اليوم عندنا وفد من جنوب، يعني من الموافقات أن وفد من جنوب قادم، واليوم بدأ أول دوراته. ومع هذا أطلب المزيد، أطلب المزيد. لماذا؟ لأن بعض الأشخاص لا يستطيعون القدوم. ولو أن فتحنا المجال بالعكس وقام الأزهر بإيفاد كما كان قديما بإيفاد بعض العلماء وبعض المشايخ الذين هم على درجة كبيرة من العلم والدراية لكي ينوروا ويدعمونا. يعني طبعا نحن في ليبيا نبينا، أذكر يعني أبي حفظه الله يقول، قال ذات يوم كان يدرسهم في المحد الديني في الستينات القرن الماضي، كان يدرسهم شيخ من الأزهر، وينظر إلى اللطيفة، فقال إذا اجتمع المالكي والشيخ الشافعي، قال إذا اجتمع المالكي والشافعي يأم المالكي الشافعية. لماذا؟ لأن المالكي إمام مالك شيخ إمام الشافعي. فانظر هذا الأدب اللطيف، وهذا هذا تعلمناه عند أهل مصر، تعلمناه من علماء مصر. أنا أذكر أن هذا أمر لمسناه فيهم، في كلامهم، في فكرهم، في ثقافتهم، في أسلوبهم. فلو حصلنا على نصيب واف وكاف لكي يزيل الضبابة ولكي ينور الأبصار الآفاق، لا أتكلم عن نفسي وعن، أتكلم عن الأجيال القادمة. الآن معدل الجيل عمره 10 سنوات، من ولد في العام 2000 هو الآن شاب مدرك واعي، تجب عليه أحكام التكليف، انطبعت في ذهني أفكار ورؤى. هذه إذا لم تنطبع انطباعا سليما 100% أضرته وأضرت من حوله في مستقبله وقبله. في هذه النقطة أنا سأختم معك سيد عبد السلام. هذه الأجيال الصغيرة نسبيا، صغيرة على المستوى العمري، لديها إدراك بمفهوم الأوطان وبحتمية الحفاظ على الوطن والحفاظ على لحمته الوطنية، الحفاظ على سلامة بنائه المؤسسي وفق هذه المفاهيم. هل لديهم الإدراك الكافي بأهمية هذه القيم؟ ليس كما ينبغي. للأسف أقول لك ليس كما ينبغي. لماذا؟ لأن النشأ لم يربى في بعض الأماكن، لم يربى على هذا الأمر. يعني منظومة أو مقولة حب الأوطان من الأديان، أو حب الأديان من حب الأوطان من الأديان، هذه أصبحت ليست شائعة ذائعة عندنا. يعني الآن أصبح للأسف أقول لك بكل مرارة أن بعض أبنائنا أصبحوا مشتاقين وتواقين لكي يخرج من بلادهم. بل للأسف بعضهم من يسبها ويشتمها ويرى فيها أنها عبئا ثقيلا عليه. هذا الذي يردنا، واعذرني أنني أدور بك إلى التعليم، إلى الأساس، أن هذا لو تربى على أن هذه الأرض كما حدث لنا. ومثل عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مهاجرا بدينه إلى المدينة قال والله، نظر إلى مكة وقال صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا أمر يعلمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل معي لو أننا علمناه لأبنائنا جيلا بعد جيل كيف يكون. شكرا جزيلا لك سيد عبد السلام الأمين محمد، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية في سبها. شكرا لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة، في أمان الله.